السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس الثاني من برنامج الدرس الواحد في الحرمين الشريفين، الأول في سنته الأولى 37,438,000، وهو كتاب عمل اليوم والليلة للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وينعقد هذا الدرس في المسجد الحرام ليلة السبت 13 من شهر ذي القعدة 38,400,000. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الحافظ أحمد بن علي ابن محمد الكناني، أحمد بن علي ابن محمد الكناني العسقلاني الشافعي، العسقلاني الشافعي. يكنى أبا الفضل ويلقب ابن حجر نسبة لأحد أجداده، ويلقب أيضا شهاب الدين، ويلقب أيضا شهاب الدين لما جرت به عادة المتأخرين من تلقيب من اسمه محمد بهذا اللقب. والألقاب المضافة إلى الدين أقل أحوالها الكراهة، وهي من محدثات العجم، فلم تكن العرب تعرفها. ويلقب أيضاً أمير المؤمنين في الحديث، ومعنى هذا اللقب إيش؟ إيش معنى لقب أمير المؤمنين في الحديث؟ نعم، إيش؟ الذي يعرفه من الروايات أكثر ممن لا يعرفه. نعم، إيش؟ الذي له باع واسع في الرواية والدراية. أحمد، من ذكره؟ لا تقول أنت. إيه، لأننا نحن لا نريد الطلبة أن يعرفوا فقط ماذا نقول، ينبغي أن يعرفوا أن هذه الفوائد التي تؤخذ بالمناقيش يحافظ عليها. وهو سمعني قبل أن أقول أقدم من فسره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، أن أمير المؤمنين في الحديث معناه المقدم على أهل عصره فيه، المقدم على أهل عصره فيه. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في شهر شعبان 73,700، ولد في شهر شعبان 73,700. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في شهر ذي الحجة، في شهر ذي الحجة 52,800، وله من العمر 79 سنة، وله من العمر 79 سنة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب عمل اليوم والليلة، اسم هذا الكتاب عمل اليوم والليلة، وذكر الجزء في صدره باعتبار قدره، وذكر الجزء في صدره باعتبار قدره. فأنت تجد من عادة من سبق أنهم يقولون جزء في الإيمان، جزء في كذا، يريدون به التعريف بقدره. فالجزء في اصطلاح المتقدمين ما صغر وقل حجمه، ما صغر وقل حجمه، وقدره
الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء كم؟ 20 ورقة في ترجمة ابن عساكر، قدره الحافظ الذهبي في ترجمة ابن عساكر من السير 20 ورقة. والمقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب هو ما أشار إليه بقوله في صدره: انتقيت في هذا الجزء 20 حديثا من صحاح الأحاديث وحسانها فيما يقوله المكلف في يومه وليلته. فهذا مضمن هذا الكتاب بلسان مصنفه رحمه الله. المقصد الثالث توضيح منهجه. رتب المصنف تلك الأحاديث مشارا إليها بعدها، رتب المصنف رحمه الله تلك الأحاديث مشارا إليها بعدها، فقال: الحديث الأول، ثم أتبعه الحديث الثاني، حتى استتم العدد كما وعد 20 حديثا. وهو يذكر الحديث النبوي مقرونا بمخرجه، مقرونا بمخرجه من المصنفين في الحديث. وربما بين رتبته بالنقل عن غيره، وربما بين رتبته بالنقل عن غيره كابن حبان والحاكم، وأشار قليلا إلى رتبته كما يراه هو، فحكم على بعض الأحاديث بنفسه، ولعلها حديث واحد أو حديثان كما سيأتي معنا. وأخلاها المصنف رحمه الله من الزيادة على ذلك، سوى ضبط لفظة في موضع واحد، سوى ضبط لفظة في موضع واحد، وهي قوله وشركه في أحد الأحاديث كما ستأتي. نعم.